مرحبا، كيفك؟ مرحبا. استاذ اردوغان، ما سلامتك، ما كنت بعرف انه لهي الدرجه انت مكسر. فوتي، انا مو شايفك بنوب. بس يلا اسرع شوي. يلا. جيت لهون مشان نحكي عن باريش اوزونسوي. ستو ما بتسكت ابدا، وحبيبته ما بتسكت. مليت من هذا الزلمه. لا، انا ماني حبيبته. لكن مين؟ بنت عمه؟ صديقته؟ لا سمح الله. انت مجنونه يعني؟ ليش جاي لكان؟ لانه باريش بريء وجيت خبرك بهذا الشيء. وشو بيعرفني اذا هو بريء او لا؟ انا ما بعرفه، خبريني لحتى اعرف مين هو يعني. الصراحه هو ممل، بس 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 بيسلي شوي شوي يعني شوي بس. طبعا طبعا. مرحبا، شو كيف صرت اليوم؟ رح يجيبوا لك الادويه بعد شوي مشان تشربها، ماشي؟ حبيبي شو عم تعمل؟ صرنا بسنة 2018، ما انقرض موضوع تقليد الأولاد لهلا؟ شو يعني لسه ما تخلصوا من هاي العادة؟ وبيغمضوا عيونهم وبيدبلوها مثل الفراشي اللي عم بتطير. مو هيك؟ وأنا كمان بنزعج منهم، وهي عم تقول شو عم تعمل حبيبي؟ كان بدي اسحب شفت التحتانية وحطها بالتوست وشوف كيف رح تعيدها مرة تانية، لسه هيك بدي أعمل. يعني أنتِ ما بتعملي هيك؟ لا أبداً. حلو كتير. آه؟ طيب رح أقول لك. حادث باريش اوزونسوي تعبني كتير كتير. ايه، يعني نائب وقاضي ومصور كمان، عم فكر انه اتسلى شوي. شو يعني؟ يعني انت اذا انت قلتي لي الاولاد هلا وقلتي لي اردوغان باريش بريء، بترجاك تسامحه، لانه اذا صار له شيء رح ازعل كتير واتضايق. هيك بتخلص السيره. ما بتخلص غير هيك. لا والله ما بتخلص غير هيك، لحتى نشوف قديش هو غالي عندك ومهم بالنسبه لك. باريش واحمد ومحمد ما في فرق بيناتهم، عندي اللي بيهمني انه هو بريء وبس، مو اكثر من هيك. وانا معك بهي القصه يا بنتي، بدك تقلي لي ولا لا؟ اطلب شيء ثاني لحتى اعمله. تمام اطلعي. لو سمحت اطلب شيء ثاني، شو هالطلب هاد؟ ما فيني اعمل هيك يعني. تمام اطلعي لبرا. يا بتقلدي الاولاد وبتنتهي القصه، يا اما اطلعي. خلص تمام رح قلد. أخي أردوغان، باريش هو بريء، ما إله أي ذنب. إذا بتريد سامحه وإلا رح أزعل كتير أنا. تمام؟ ماشي الحال. شو يعني قلي لي؟ كنتي ولد صغيرة بزماناتك؟ ليش عم تضحك؟ كيف يعني؟ والله ما كان خاطر ببالي هالشي، يعني هاد كله شغلكم. وهيك مسكوا المجرم بعد نص ساعة من تليفونك على المخفر، وأنا طلعت قعدت بكافيه. عفوا لا تواخذنا، بنعتذر عن جد. بعدين إجوا عالم على الكافيه، يعني أنتو. كانت كاميرتي مفتوحة كل الليل وسجلت كل شيء صار. بالمخفر؟ دافع عني. المختصر طولان بريء، اتصلت بالمخفر من ساعة وستة، جربت كل اللي حكيته عنه من شوي وما حدا رضي يسحب الشكوى بنوب. وشو الخبر السيء؟ الخبر الحلو انه ما جربنا لسه. وقلتي انه نمشي من هون. بترجاكم بترجاكم مشاني انا، بترجاكم رفقاتي. بعدها رجعت على المخفر وقلت لحالي انا بالقاعة من الصبح بكير ومزاجي معكر. قلت لحالي ما فينا نستمتع أكثر ونفرح شوي؟ وقلت أكيد طبعاً يا باريش. رحت لعند المظلومين، قنعتهم كلهم، الكل ماتوا من الضحك وحبوا الفكرة كتير، وبالأخير وافقوا. بس أنت كنت عم تحكي من السجن. ما كنت بالسجن.
مجنون. بس تسلينا شوي مو هيك؟ لا لا، ما بدنا نعمل أي شيء تقيل أبدا. ضايق الشباب شوي. ماشي. لو سمحت. تفضل أستاذ. البصل مانو مستوي. ولا يهمك أستاذ. وبسبب معارف ستي، فوتي وطلعتي ما أخذت وقت كتير. نشرت بعض الأخبار بس أنتوا ما شفتوها. أنت عم تتمسخر علي يعني؟ بتعرف قديش خفت عليك أنا؟ بتعرف شو عملنا لحتى نطالعك؟ عم تلعب معي، ما عندي قيمة عندك أبداً؟ إيه لعبت؟ أنا دائماً بلعب. من طفولتي كنت شوفهم، شوف كل الأولاد عم يلعبوا. كنت روح لعندهم لألعب وما يخلوني. وأنا وصغير كنت دائماً لحالي، كنت أعمل ألعاب لحالي وشوفهم من بعيد وتخيل حالي عم بلعب معهم. بس كان في حدا منهم بده يلعب معي مشان ألعابي. صار عندي رفقات وحبيبات بهي الطريقة، مو من شاني بس مشان كل شي بملكه أنا. طبعاً هالشي من أيام المدرسة، من زمان. وبعدها أجيت لقيت وحدة عم تعمل كل شي مشاني ومن دون أي مصلحة كمان. أنت بتكرهيني شوي بس خلص من حلة. باختصار يلي عملتيه مبارح كان أهم شيء بكل حياتي. شكراً كتير إلك على اللي عملتيه معي. شو عم تعملي انت؟ شو عم بعمل انا؟ طويل برا وبس هيك. وينك انت؟ بنفس المكان. والجيتار معي، قاعد وناطر البنت ورح تتعرفي عليها. انت مجنون؟ يلا ماشي جاي فورا. يلا ناطرك.
بادية، شو عم تعملي هون؟ شفتك وأنا كنت عم قطع الشارع، قلت بيجي بشوفك، بس إذا بدك بروح هلأ. لا لا، سمعت شو حكيته بالمدرسة مشان اللحن. تعرف شو؟ أنا غرت من البنت، عن جد محظوظة. ما بعرف، بجوز هي كلي مو شايفتني. علي، ممكن تعزف كرمالي؟ سمعتي، معناها بتعرفي إني بعزفها إلها بالأول. بس أول مرة بحياتي بطلب شي، شبك معقول تخجلني يعني؟ بعزفها المرة الجاية خلص. عزفها هالمرة، وعد ما بقول لحدا، وبضل هالشي بيناتنا، أنا بوعدك. ماشي. علي، شو عم تعملي انت؟ شو عم بعمل انا؟ طويل برا وبس هيك. وينك انت؟ بنفس المكان. والجيتار معي، قاعد وناطر البنت ورح تتعرفي عليها. انت مجنون؟ يلا ماشي جاي فورا. يلا ناطري. بادية، شو عم تعملي هون؟ شفتك لما كنت عم قطع الشارع، قلت بيجي بشوفك، بس إذا بدك بروح هلأ. لا لا، سمعت شو حكيته بالمدرسة مشان اللحن. تعرف شو؟
أنا غرت من البنت، عن جد محظوظة. ما بعرف، بجوز هي مو شايفتني أصلاً. علي، ممكن تعزف الغنية مشاني؟ شفتي؟ معناها بتعرفي إني بعزفها لقلها بالأول. بس أول مرة بحياتي بطلب شي، شو بك معقول تخجلني يعني؟ بعزف هالمرة جاي، أوكي؟ عزف هالمرة، وعد ما بقول لحدا وبيضل هالشي بيناتنا، أنا بوعدك. ماشي. مرحبا. أهلين. يعني هاي البنت عصفوري؟ يا براك. ألو، وجوز؟ ليك يا براك، أبوكي طلع من الفندق له شي ساعتين تقريباً. لك أنت شو عم تحكي؟ كيف؟ شو مشان اللي اتفقنا عليه؟ أنت بتعرفي إنه هو كتير غبي وأساساً يمكن نسي يخبرك. يا الله، خلص سكر سكر، تمام تمام. يا براك، بحكيك بعدين. فهمتنا غلط؟ على الأغلب. لا تؤاخذيني. لا يعني ما ضايقني هذا الشيء أبداً، بس شكله ضايقك. البنت يلي بالغنية هي يلي ببالي؟ عصفوري علي؟ شو عرفه؟ هاي النظرة ما بتطلع للكل. خليه يصير بيناتنا. أنت لا تقلق. أنا لازم روح هلا. لازم نوضح لها يلي صار بلا ما تفهمنا غلط، صح؟ يلا باي. الله معك. شباب اسمعوني منيح، انتبهوا علي، نحن مو طلعنا الطولان من الشلة. ارتاحي حبيبتي، الأيام البشعة مرقت من زمان. هو بالأساس كان براتا، صار وقت الأيام الأبشع. لا تقولي لي إنه لعب فينا. إيه لعب فينا. شو نعمل جوكان؟ من قطعه لأربع قطع بصير سهل حمله. ليش هو إنسان أساساً؟ هو حمار. لا أحمار وبدرجة عالية كمان. صراحة؟ أنا ما عم أفهم، ما عم أفهم كيف هيك صار يعني، كيف هو فيه يكون هيك؟ أنت معصب مني عصفوري علي، مو هيك؟ يلي كتير بحب غمازاته، يلي غمازاته كتير حلوين، ليش هيك ساكت ومخبيهم؟ احكي ضحك اعمل أي شيء. السبب أهم من النتيجة،
عملنا كل شي مشانك، لا تتضايقي. بس ما فينا ما نعمل شي مشانه، هو ناطر منا شي. هلأ جاهزين؟ نعمل له شي مرتب وما ينسى أبدا، وأضعاف يلي عمله. وأنا كمان بدي أخبركم شي، أنا وبادية رح نرتبط. شو؟ شو هالحكي؟ واو. عن جد عم تحكي؟ اهدوا شوي، لكم يوم بس. كم يوم يعني مثلا؟ أخي أنت كتير فهمان الموضوع غلط، فكرة الارتباط ما بتكون هيك أبدا. شو أنت عم تستأجر سيارة؟ القصة أنه في شاب انفصل بعد علاقة ضلت سنتين. إلا يزعل، العلاقة الجاية بيضل 4 سنين. لك استنوا. رفقاتها بدهم إياها تتعرف على هذا الشاب، قالت لهم أنه عندها حبيب. كذبت عليه. هي كتير تلبكت، قامت قالت لهم اسمي. كتير منيح إذا هيك. وبعد يا براك، أنت اليوم ما فهمتينا غلط لما شفتينا، مو؟ البنت هي بادية، بس ما بدي رفقاتنا يعرفوا لسه. لا تفتحي الموضوع حتى معي، لا تسأليني ليش وأنا بقلك بعدين. منوب، أنت وبادية شو العلاقة اللي بدي أفهمها غلط؟ لا لا عادي. ليش وشك هيك معناها؟ يا شباب، الأرض اللي كنا نلعب فيها طابة ونحن صغار، وكنا نتسطح ونتفرج على السما. ايه. ايه وبعدين؟ نزعوها، عمروا بناية وغطوا على السما تبعنا، نزعوا لي مكاني. يا الله. جينا لهون. تعالي معي. علي لوين رايحين؟ انت وين رايح؟ مجنون انت؟ بلكي كان في حدا هون. ما تخافي. نحن شو عم نعمل هون؟ انا ما عاد فيني نفس. جنيت انت شبك؟ غمضي عيوني. انت عم تلعب معي علي؟ غمضيهم وبس. ليش؟ هلا بقلك. انا هلا اكيد رح اوقع بسببك. خلاص يا براك. رح اوقع. تمام، هلا فيك تفتحي عيونك. ايه وهلا لك السما تبعي، ما حدا فيه ينزع لك ياها. قلتي عمروا بناية وغطوا عليها، وأنا عملت لك سما من بنايتهم. عصفور يا علي، كرم علي وورجيني غمازاتك اللي أنا بحبهم لو سمحت. طلعهم.
طلعونهم. على فكرة، إذا بيوم تزوجت ومرتك ما خلتك تأرجيني إياهن وصارت تغار، رح أرفع عليها قضية وأخذ الوصاية منها. ما رح أسمح لحدا يأخذهم مني. وافقت. وافقت؟ شو رأيك نتسطح ونراقب النجوم؟ منراقبهم؟ مثل أيام زمان. مثل أيام زمان. شو عم تعمل؟ وأنت؟ لا لا، ما بدي شيء أنا. مرة كنا عم نلعب بالطابة من زمان لما ما كان في بناية، وقتها أنا كسرت رجلي، وقتها أنت حملتني على ظهرك وأخذتني على البيت، وقتها وقعنا ونحن عم نمشي بالطريق. ايه، وكمان انكسرت رجلي الثانية. بعدها صرت تلحقني من قرنة لقرنة، وصرت أعمل كل شيء بقلك عليه، وأنا صرت أطلب منك كل الشغلات المستحيلة. كان بدي إياك تغير الدنيا كلها ياتا. أي مزبوط. أنت حملتني وقلبتني. وقتها طلبت منك المستحيل، وهي المرة كمان السما والنجوم. رح تضلي تطلبي مني المستحيل، وأنا رح ضل أعمل كل شي لحقق لك يا، لأني وعدت يا براكة اللي رجليها مكسورة. يا براكة دي كانت كتير محظوظة.